مساله اولا ديال استعمال السلاح والنط، هذا ماشي كنجيب على من ولا، ماشي بطريقه عشوائيه ولا اعتداء. كيكون داك الشخص معروف انه شخص خطير مبحوث عنه، عنده جرائم، عنده افعال مرتكبها ومعاقب عليها قانونيا، انا تنضطر ندخل. ومن كيستعمل هو سلاح او يخرج عليا سكين وموس او ميديا كبيره، راه طبيعي انني خصني ندافع على نفسي. وفي الاغلب الاحيان السلاح استعمله للتخويف لا اقل ولا اكثر. من كيسلم نفسه قال لي ما ندير السلاح، كنصفضو الكهرباء، انا ما كنمشيش لاي معين كان، يعني ما كنكونش ما كنخطوش خطه عشوائيه، يعني كنمشيو بطريقه منطقيه معقوله، ان واحد الانسان اللي غادي يمشي ليه وغادي نضطر ندخل السطح ديالو اللي راه مبحوث عليه، او في اطار حاله التلبس كان كيبيع الحشيش مثلا وشافني وهرب مثلا. كاين بزاف الاشياء بحال هاد الحالات هادي، مع انسان عادي شاري شاري موقف هادي يجيب ليه السلاح. انا اللي سقرا هذيك الجمل ديال الاسطوح يستعمل هذا السلاح ديالو في الشوارع، كنعتقد ان انا ماشي احمق، انا كنتصرف بطريقه منطقيه قانونيه، وكنلتحق كنتابع الاعمال ديالي، الاعمال ديال الشرطه القضائيه، كنقوم باعمال الشرطه القضائيه بمفهومها، البحث، التمحيص، الدقه، التاكد، اختبار المعلومه، التاكد منها، عاد التدخل. ما كيجيش تدخل عشوائي. عمري ما استعملت السلاح ديالي باني خرجت الرصاص ابدا. مره واحده كان معايا عنصر، وكنا في الراس العام ديال 91 على ما اعتقد، 91 راس العام ديال 90، هذاك الشخص اللي اضطر المرافق ديالي يستعمل سلاح ضده بعد ما جبد عليه موس كان غادي يقتلو، اضطر يضرب رجليه، ما قتلناهش، ما قتلوش، ضرب رجلو. ف 360 قضيه عندنا، 360 قضيه ديال الاختطاف والاعتداء، اعتراض سبيل غير السرقه. هذاك الشخص تنعقل انه كان وشم سبع في الصدر ديالو، تعرفوا ان الوشم من علامات الناس اللي يزيد في السجن، وشم سبع يعني في الصدر ديالو، راه تخيلوا العرض ديال هذا الصدر ديال الانسان. 360 قضيه اللي جبت منها فرقه مكافحه العصابات، وحنا ما كناش كندخلوا على ناس ما دايرين والو، ولا ناس دايزين عاديين، هذيك كنا كندخلوا على مجرمين عندهم سوابق، حتى لما كانش مجرم راه داير فعله وباقي ما تشدش عليها، وعندنا عليها الدليل. الوقت اللي كنشد انا الشخص وكنسلمو للفرقه المختصه، راه كنسلم معاه دليل الفعل ديالو، راه ما يمكنش نقبطو غير مثلا واحد كان دخل للدار ديال شخصيه مهمه في الدار البيضاء، ولا دار الفرار من بعد ما اكتشفوا الحارس، راه مالو التحميره في عينيه وسقطات البطاقه ديال التعريف ديالو، ما اعتقلتو في المحمديه في نفس النهار. تعرف شنو تجلب منه؟ العجب المعجب ديال السرقه الموصوفه اللي دار. ما كناش كندخلوا غير هكاك، هي قضايا صعيبه وقضايا مهمه، كان فيها اون انستونس ديال الدوسي ديال اعداد ديال الملفات، كانت في انتظار الفاعلين، تقبطوا على اليد ديالنا.